انا بطرحه عليكم انتم الاثنين. عبد العزيز الشلالي يقول ابو بدر سؤالي: لماذا لا نستفيد من لاعبين الدرجه الاولى، لاعبين انديه الدرجه الاولى وينضموا للمنتخب؟ الحمدان لاعب الشباب، لو ما كان بالشباب ما كان شفناه بالمنتخب. سلطان: حتى في الدرجه الاولى اغلب اللاعبين المهاجمين اجانب، فاعتقد الاستفاده برايي تكون اكبر من اللاعبين المنتخب الشباب او المنتخب الاولمبي، انك تصنع نجم شاب في خط الهجوم. من هو ما يقول مهاجمين، هو يتكلم بشكل مطلق يعني المواهب. لا، المواهب الافضل في رايي انها الموجوده في الدوري للمحترفين هم الافضل. حتى الخيارات اللي اختارها في التشكيل اعتقد هي الافضل واجمع عليها الكل. هو الناس، شوف الناس يقولوا لك ليه ما تاخذ لاعب من درجه ثانيه ولا اولى؟ لاعب يقول لك موهوب يفرق، فجاه اقدر العبه في المنتخب في كاس العالم، ايش المشكله؟ هي كلها كوره. نبغى نشرح بس الجزئيه هذه عشان الناس تفهم. بالنسبه لانه يجي يضرب لك مثال، يعني يجيك بالذات اللي من عمري طالعين، ها يحط القدوع قدامك التمر والقهوه وقال الحين طيب شايع النفيسه هذيك الايام اخذوه من نادي الكوكب وبدع في كاس هذا. ابغى نبسط للناس الموضوع، مش تنبسط طبعا تقليلا من تفكير الناس، لا والله حاشا لله، بس بعض الاخوان عندهم هذا الطرح، خلينا نشرحه. دائما بالنسبه للاختيار المنتخب يكون من الدرجه الاعلى ومن الدوري الافضل في دولتك، فدوري المحترفين في افضل اللاعبين اللي متمرسين على مستوى ليفل او ليفل منافسه اكبر. تلاقي اغلب يعني حتى تلاقي اغلب اللاعبين المنتخب من الفرق اللي اسم الكبار اللي تشارك حتى في بطولات اسيويه او حتى عندها مشاركات خارجيه، هذا يكسبها اكثر احتكاك، يكسبها اكثر خبره، يوضح شخصيه اللاعب وقيمه اللاعب تحت كل الضغوط، كيف تكون قيمه اداءه الفني. هذا اللي اعتقد انه خيارات المدرب لها اكثر من جزئيه يختار على ضوء اللاعب.